يعني كانت هناك وعود أو اتفاق يعني قضاء بأن السعودية ستدفع رواتب الموظفين أو يعني تقوم بدفع مبلغ كبير كما يقال. ما الذي استجد في هذا الملف؟ هل بالفعل كانت هناك قرارات سعودية بذلك أم ترويج فقط؟ نعم، لا أظن بأنه هناك التزام من السعودية بدفع رواتب الموظفين. السعودية دائما ما تلتزم بتقديم مساعدات لليمن، مثل مساعدات نفطية، مساعدات غذائية، رفض البنك المركزي بودائع لاستعادة قوة واستعادة أو منع، لنقول منع، العملة المحلية من الانهيار. أما مسألة دفع الرواتب فهذا التزام دائم واستراتيجي، سيكون من الصعب على المملكة العربية السعودية الالتزام به، ليس لعدم مقدرتها المالية بل لأنه سيحملها أعباء أخرى، وأيضا سيصبح التنصل عنه مستقبلا غير ممكن، وأيضا في نفس الوقت سيدفع بمختلف القوى المسيطرة على المؤسسات الاقتصادية والمصرفية في اليمن إلى التخلي عن هذا الالتزام تماما. مسألة الرواتب هذه هي مسؤولية من يمسك بالسلطة في اليمن، سواء الحكومة الشرعية أو الانقلابيين الحوثيين. والمجتمع الدولي الذي فشل في إقناع الحوثيين بدفع رواتب الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة خلال العام والنصف الماضي، بالتأكيد سيفشل مستقبلا في حل الأزمة في اليمن. طيب، على سيرة البنك أو إيرادات النفط الموجودة من موانئ الحديدة، وبموجب اتفاق ستوكهولم وغيرها من الاتفاقات أن يتم يعني توريد هذه الإيرادات إلى فرع البنك في الحديدة، لكن كما رأينا تصريح قيادة جماعة الحوثي تقول بأن كل هذه الإيرادات لا تكفي لصرف نصف مرتب للموظفين، هل هذا صحيح؟ على العكس من ذلك، هذه الإيرادات بلغت أرقام مهولة. إذا كان الحكومة الشرعية تحدثت بعد 6 أشهر من بدء الهدنة عن دخول ما يزيد عن 200 مليار ريال إلى البنك المركزي في صنعاء، أو البنك الذي يديره الحوثيون في صنعاء، فهذه الأرقام أظن بأنها تكفي لصرف رواتب الموظفين، وإن بالحد الأدنى. من الممكن مثلا صرف الرواتب بدون الحوافز، من الممكن إذا افترضنا بأن هذه المبالغ لا تكفي. نحن نعلم أن هناك عديد من المؤسسات الإيرادية في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين يتقاضى موظفوها رواتبهم بحكم أنها مؤسسات إيرادية وتغطي نفقاتها، والحوثيون أنفسهم يرغبون في أن تستمر هذه المؤسسات ولا يريدون أن تتعطل نظرا لما تحققه من إيرادات، ولذلك فهم يدفعون رواتب موظفيها. وهذا يدل على أن بإمكان الانقلابيين الحوثيين أن يدفعوا رواتب الموظفين في مختلف المناطق وفي مختلف القطاعات. ونعلم أيضا بأن هناك إيرادات ضخمة تحققها الميليشيات الحوثية من مختلف القطاعات، مثل الضرائب التي بحسب تقديرات اقتصاديين وصلت أو تصل سنويا إلى ما يقارب 2 مليار دولار، وهذا رقم ضخم جدا، ويمكن من خلال تغطية رواتب الكثير من موظفي قطاعات الدولة المختلفة. ناهيك عن الجمارك، ناهيك عن الإيرادات للاتصالات، ناهيك عن رسوم الطيران الموجود الذي يذهب إلى صنعاء، لكن هي قالت بأنها مستعدة أن تورد إيرادات النفط من موانئ الحديدة إلى البنك أو فرع البنك المركزي يعني في الحديدة، لكن على الشرعية أن تغطي العجز. يعني كيف نفهم هذا التبادل؟ هذه مغالطة ومراوغة. لما لا تبدأ مباشرة بإيراد توريد المبالغ هذه إلى البنك المركزي ودفع رواتب الموظفين، ومن ثم نتحدث بعد ذلك عن العجز. الالتزام كان بأن تدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها دون الحديث عن وجود عجز أو ما خلافه، لكن لأنها ترغب في المراوغة وفي المخاتلة في هذا الموضوع وأن تذهب إلى وضع شروط وتعقيدات مختلفة، فهي تختلق مثل هذه الأعذار. ولاحظنا أنها بعد ما يقارب العام
من التزامها بدفع رواتب موظفي الدولة انقلبت على ذلك، ثم طالبت الحكومة الشرعية بأن تدفع هي رواتب موظفي الدولة في كافة المناطق، وأيضا رواتب الموظفين وأصحاب المناصب الذين عينتهم هي، بل والمقاتلين الذين يقاتلون في صفها، بمعنى أنها تريد من الحكومة الشرعية أن تدفع رواتب لمقاتليها الذين يقاتلون الحكومة الشرعية ويرغبون في إزالتها من الوجود. طيب الآن مثلا هي تحججت بجزئية معينة، قالت طالما أن الشرعية نقلت أو قامت باتخاذ قرار بأن تنقل البنك المركزي إلى عدن هي التي تتحمل المسؤولية، هل هذا مبرر كافي بأن هذه الإيرادات التي سردتها أنت يعني في سؤالي الثاني، أو هذا المبرر قد يبرر للميليشيا الحوثية إحجامها على توريد مثل هذه الموارد إلى البنك المركزي في عدن؟ أولاً البنك المركزي في صنعاء لم يتعطل تماماً، ما زالت الميليشيا تسيطر عليه وتديره، وهناك الكثير من العمليات المصرفية القائمة فيه، وما زالت غالبية إدارة أو ربما نقول 99% من البنوك والمصارف المحلية تنشط أو إدارتها المركزية في صنعاء، وبالتالي مجمل الأنشطة المصرفية والاقتصادية في صنعاء، وبالتالي لم يتعطل البنك المركزي في صنعاء تماما، وما زالت هناك إيرادات ضخمة في مناطق سيطرة هذه الميليشيات كما ذكرتها أنت قبل قليل، مثل الضرائب والجمارك والاتصالات وغيرها الكثير، وهذا لا يبرر أو هذا الأمر دافع حقيقي أو مبرر حقيقي لأن تكون هي ملزمة بدفع رواتب الموظفين، طالما أن هؤلاء الموظفين تحت سيطرتها وفي أجهزة ومؤسسات هي من تديرها تستفيد منها، تستفيد يعني منها، لماذا تحقق هي العائدات من هذه المؤسسات ولا تدفع رواتبها رواتب موظفيها؟ هناك أمر آخر لا يتحدث عنه أيضا أحد، هناك كيانات أنشأتها هذه الميليشيات موازية لمؤسسات الدولة، مثل الكيانات التي أنشأها محمد علي الحوثي ويديرها حاليا، مثل هيئة الأوقاف والمنظومة العدلية، والمنظومة العدلية هذه موازية لمؤسسات الدولة، والمعينين والموظفين فيها يتقاضون رواتبهم وهم من أنصار الميليشيا، بينما موظفي الأوقاف ووزارة العدل لا يتقاضون رواتبهم. نعم.